تبحث عن لابتوب مناسب الحجم وأيضا مناسب للحمل وخفيف وعملي جدا ومواصفاته قوية. ومن أهم الاختبارات اللي تمر فيها أجهزة لينوفو، فالجهاز ما راح يصيبه أي شيء في حالة السقوط أو انسكاب بعض الماء عليه أو الغبار، قدرة عالية في المقاومة، يمر باختبارات ما هي اختبارات عادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، معكم طارق الجاسر. اليوم بستعرض لكم لابتوب مناسب لفئات كثيرة، مناسب لقطاع الأعمال، الاستخدام الشخصي، وأيضا لطلاب الجامعات. اللابتوب هذا يعني بالنسبة لي أنا أشوفه مناسب لفئات عديدة. ليش؟ نتكلم أول شيء عن التصميم الخارجي. التصميم خارجي جميل جدا، هيكل الجهاز الخارجي مصنوع من الألومنيوم والمغنيسيوم ومطلي باللون الرمادي المعدني. عندنا لوحة المفاتيح، لوحة مفاتيح كاملة، بالإضافة أنه لينوفو تعاونت مع سكايب وأضافت زرين جديدة منها. طبعا الجهاز يدعم مايكروفونين حتى يعطي صوت جدا رائع في الاجتماعات، في مكالمات الأونلاين، وخصوصا في مكالمات سكايب. تقدر ترد على اتصال أو تغلق الاتصال من الأزرار اللي موجودة بالفانكشن بالأعلى. طبعا أزرار الفانكشن الموجودة بالأعلى تقدر تغلق المايكروفون أو ترفع الصوت وتقصره أو تقطع الصوت، تقدر تشغل الكاميرا تغلقها، ترفع الإضاءة أو تغلقها للشاشة، بالإضافة أنه لوحة المفاتيح تقدر تتحكم بالإضاءة الخلفية الخاصة فيها. الجهاز من الجهة اليسرى يجي عندنا فيه 4 منافذ، المنفذ الأول مدخل الكهرباء الباور سبلاي، المنفذ الثاني HDMI، عندنا منفذ لنقل البيانات السريعة، أيضا منفذ السماعات. من الجهة اليمنى عندنا منفذين USB. لينوفو صممت الجهاز وحطت لك بصمة الأصبع في نفس مكان زر التشغيل. الشاشة FHD IPS. نتكلم الآن عن أهم المواصفات اللي أنت لازم تركز عليها عند شراء جهاز محمول أو لابتوب. المواصفات، لازم أنت تركز على المعالج، الذاكرة، نوع نظام التشغيل، وأيضا مواصفات أخرى موجودة في الجهاز. نبدأ في نظام التشغيل. نظام التشغيل هو ويندوز الإصدار 10 برو، المعالج انتل i7 الجيل 10، الذاكرة 8 جيجا DDR4، سعة تخزين الجهاز 256 جيجا بنوع ذاكرة SSD الحديثة. البطارية تستمر معاك إلى 11 ساعة. أيضا من مميزات الجهاز أنه يدعم تقنية الشحن السريع، يعني ممكن تشحن 80% في ساعة واحدة فقط. نتكلم عن نظام الأمان فيه، البصمة الأصبع، وأيضا خاصية للأمان أنك تغلق الكاميرا نهائيا، ما تحتاج الحين تحط لك ستيكر أو أي لاصق. Think Shutter، هذه تغلق لك الكاميرا زي ما تشوفون في مقطع الفيديو. نظام الصوتيات من شركة دولبي، أو سماعتين 2 واط طبعا من هارمان سبيكرز، مايكروفونين بالتعاون مع شركة سكايب، وزي ما قلت لكم الزرين اللي موجودة في الفانكشن ممكن أنت ترد على اتصال لسكايب أو تغلقه. طبعا هذه الخاصية ممكن مفيدة جدا لقطاع الأعمال في الاتصالات والاجتماعات عن طريق الأونلاين. نتكلم عن الكاميرا، طبعا دقتها 720 بيكسل HD، بالإضافة إلى نحف الجهاز أنك ممكن تأخذه معك لأي مكان، ممكن تستخدمه في المكتب، في المنزل، وحتى لو في السفر. وزن الجهاز 340 جرام، خفيف جدا، وحجم الشاشة مناسب أيضا لمشاهدة المواد الترفيهية، سواء حتى بتستخدم اللابتوب هذا لما تشغل عليه الوورد، الأكسل، أو أيضا للاستخدام الشخصي إذا أنت تحب الموفيز، تحب بعض الألعاب. طبعا إحنا نعرف أنه شركة لينوفو تعتبر الشركة رقم واحد في العالم من ناحية الأجهزة المحمولة، فبأذكر لكم بعض النقاط المهمة واللي متوفرة عند شركة لينوفو. نجي لأول نقطة، شركة لينوفو تعطيك ضمان على هذا الجهاز 3 سنوات. احنا نعرف اغلب الاجهزة اللي موجودة بالاسواق تعطيك سنتين فقط، بالاضافة انه شركة لينوفو العالمية وفرت موقع support.lenovo.com
لتقديم الدعم الكامل للأجهزة، وما يحتاج أنت تتواصل مع خدمة العملاء أو أحد يكتشف لك الأخطاء اللي موجودة. الآن ندخل على Detect Your Product وراح يتحقق من الموديل الخاص بالجهاز وراح يكتشف الأخطاء اللي موجودة فيه ويعطيني كل معلومات الجهاز عندي، ويقول لي تبغى أسوي له تشخيص أو تبغى حتى تحديث لكل التعريفات أو الدرايفرز الموجودة بالجهاز عن طريق موقع support.lenovo.com. من المواصفات المهمة والمميزات اللي موجودة بأجهزة لينوفو ThinkBook هو برنامج لينوفو فينتج. هذا البرنامج رائع جدا، يقدم لك خدمات مثل يعطي لك إيش هي حالة الميموري الآن أو الذاكرة، حالة سعة التخزين والضمان، وأيضا تحديث النظام. يقدر يسوي لك سكان للهاردوير أو قطع الجهاز عن طريق هذا البرنامج. مجرد أنك تشتري اللابتوب على طول تحصل البرنامج موجود. هذا البرنامج يسوي فحص وتشخيص كامل لكل قطع الجهاز ويعرف إذا عندك مشكلة في الميكروفون، في السماعة، في الشاشة، في الكيبورد. قبل ما أختم، الأجهزة المقدمة من لينوفو طبعا أنا أستخدمها بكثرة. زي ما تشوفون أنا عندي الجهاز الثينك باد اللي يسمونه أبو نقطة، وأيضا عندي الثينك بوك. أسعار الأجهزة المحمولة من لينوفو ثينك بوك تبدأ من 3000 ريال، وهي أسعار منافسة جدا بالأسواق. أتمنى من خلال هذا الفيديو أني أعطيتكم لمحة كاملة عن لابتوبات لينوفو ثينك بوك. في أمان الله.